السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديوغو. سعيدة جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الرائعة، وشكرا للناس اللي كيجربوا الوصفات وكيرجعوا باش يقولوا لي النتيجة. اليوم غنحضروا بيتزا كتجي أكثر من رائعة بواحد العجين زوين بزاف، هو اللي قدمت لكم مؤخرا وهو اللي ولا معتمد عندي. فيه خليط ما بين الدقيق الأبيض والفينو، كيجي خفيف ومفشفش وسهل في التحضير، وأيضا بواحد الحشوة اللي بسوسيس اللي كتجي لذيذة بزاف، ممكن تغيروا في الحشوة كما بغيتوا. فنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للصوص ديال المطيشه، سبق لي قدمت لكم الوصفه المعتمده عندي اللي كندير فيها الفلفل الحمراء، ممكن ترجعوا للفيديوهات السابقه. هاد المره غنديروا صلصه طماطم اللي جاهزه، كناخذوا الكميه اللي بغينا. ضفت ليها شويه ديال زيت الزيتون، فص ديال الثومه، شويه ديال الملحه، قزبر يابس، شويه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر يابس كذلك كنحكوه بين يدينا. وهذا البزار ما نكتروش غير شويه، كنخلطوا هاد المكونات وغنديروا هاد الصلصه فوق النار غير واحد شويه لانها ما فيهاش الماء، هي خاتره غير كتطلق لينا هاد المنسمات النكهه ديالها. صافي وكنطفيو عليها، وها الصلصه ديالنا جاهزه. غنخليوها جانبا ونمشيو نحضروا العجين. بالنسبه للعجين غناخذوا 100 غرام ديال الدقيق الابيض و100 غرام ديال الفينو او دقيق القمح الصلب، تقريبا كاس ديال العنبه عامر ديال الدقيق الابيض وكاس ديال العنبه ما عامرش ديال الفينو. انا غنعجن في العجانه، ممكن تعجنوا بيديكم، كنديروا الدقيق في العجانه. سمحوا لي انا وقفت لي الكاميرا. كنديروا شويه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال خميره الخبز الجافه، المعلقه ما صغيرهش بزاف، ماشي ديال القهوه، كبر منها شويه، ومعلقه ديال الحليب المجفف، كيعطينا واحد النتيجه زوينه للعجين. الا ما كتبغيوش ممكن تعوضوه بياغورت طبيعي. شويه ديال الزعتر يابس و10 غرام من زيت الزيتون او زيت عادي، انا غنعبرها لكم هنايا بالمعلقه، تقريبا جوج معالق كبار ناقصين شي شويه. وغنضيف المدافي اللي غنجمعوا به العجين. هنا درت تقريبا كاس الى ربع وزدت مازال الماء، وانا كنعجن كنضيف الماء. بغينا واحد العجين اللي يكون مرخوف على هذا الشكل، ضروري العجينه تكون كتلصق باليد، كل ما كانت خفيفه كل ما غتجينا النتيجه النهائيه زوينه. هنا انا دهنت هذا الطبصيل بالزيت باش ما يلصقش ليا فيه العجين، ودرت ايضا شويه ديال الزيت في يديا وكنشكلوها على شكل كره، نغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها تخمر. ضروري نخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمر العجين ممكن تلقوه بالفينو، الا كنتو غديروا بيتزات صغار تلقوهم بالفينو. انا غندير هاد الكميه كلها في هاد المقله اللي كتدخل الفران، دهنتها غير بزيت الزيتون وكننزل فيها العجين. كندهنوا يدينا بشويه ديال زيت الزيتون وكنبداو نقرصوه. انا بغيت العجين يكون رقيق، غنخلي شويه الجوانب هما اللي فيهم السمك، فانتوما غديروها بالسمك اللي بغيتو، هو كل ما كان العجين رقيق كتجي احسن. كنبقاو غاديين حتى كنقرصوا العجين كله، كنخليو شويه الجوانب كيعطي واحد الشكل زوين للبيتزا، كنخليوهم شي شويه غلاض ماشي بزاف، غير شويه، مازال غيتنفخوا في الفران، فردوا البال لهاد القضيه، يعني ما تخليهمش غلاض بزاف. صافي وكناخذوا الصلصه ديال الطماطم اللي حضرنا وكندهنوا به العجين ديالنا بلا ما نوصلوا للجوانب. والعجين ديال البيتزا راه ما كيحتاجش اننا نتقبوه بفورشيت او باي اداه، فغير بحال هكا كيجي رائع جدا. فاستعملت انا هاد لاصوص اللي حضرت كلها،
وجات صلصة لذيذة بزاف رغم أنها سريعة التحضير. ويلا درتو مطيشة طرية بطبيعة الحال كيكون أحسن مع الفلفل الحمراء، كتعطيها واحد اللون زوين. وأيضا حتى مذاق، راه كاينة الوصفة في القناة. من بعد خديت شوية ديال السوسيس اللي غنحيد ليه هاد الغلاف ديالو، يعني كناخدو غير هداك اللحم اللي لداخل، وغادي نشكلوه كويرات. وكنحطو فوق هاد الصلصه، كنستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها. من بعد كناخذوا فلفله، انا خديت فلفله حمراء، ممكن تاخذوا الخضراء او ديروهم بجوج. كنقطعوها شرائح رقيقه وكنبداو نستفوها فوق هاد البيتزا. من بعد كنديروا الزيتون، انا درت زيتون خضر مقطع، والزيتون الاسود غنخليه من بعد ما ندير الجبن. فهنايا انا درت جبن موتزاريلا وجبن بارميزان، خلطتهم بجوج. ممكن ديروا اي نوع جبن عندكم. كنوزعوا الجبن على البيتزا كلها، والفران ديالنا في هذه الاثناء ضروري يكون سخون مزيان. كندخلوا البيتزا على حراره عاليه، ضروري تطيب في حراره عاليه وما تاخذش وقت كثير. كنخليوها نشعلوا عليها غير من الاسفل في الاول، ملي كتقرب تطيب كنشعلوا واحد شويه من الفوق غير باش كيذهبوا لينا هذوك الجوانب، وشويه هذاك الفرماج حتى هو كياخذ واحد اللون. من بعد كنخرجوها. انا درت الزيتون الاسود فوق الجبن وكندهن الجوانب بزيت الزيتون، وغندير واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق. صافي وندخلوها للفران، كنخليوها حتى كطيب وتحمر. هذا هو شكلها بعد ما خرجتها. كنحطوها في صحن التقديم ونقطعوها. انا درت كميه قليله ديال الدقيق، ممكن تضاعفوا المقادير الا بغيتوا ديروا جوج بيتزات او اكثر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، والا جربتوها ما تنسوش انكم تخليوها لي في التعاليق تقولوا لي النتيجه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.